ما هي مداخلتك أو ما هو قراءتك للوضع الأمني الحالي؟ هو الحقيقة أي تفجير إرهابي دائما يعقبه تحليل أن القوات الأمنية قد فشلت في الاستباق هذه العملية. والحقيقة عندما نقول أن القوات الأمنية قد فشلت لا يعني أنها لا تملك الأهلية، ولكن القوات الأمنية في نفس الوقت هي ضحية أيضا للمحاصصة الطائفية والعرقية والتجاذبات السياسية، وبالتالي حتى المعايير المهنية ضاعت داخل القوات الأمنية. وما حدث الآن هي تعددية حقيقة في مراكز القوة والقرار الذي نتج نتاج هذه العملية السياسية التي أقيمت بناء على يعني دستور الاحتلال الأمريكي الذي فرض علينا موازنة غير طبيعية ومكونات لا تنتمي إلى العصر، وإنما هي نتاج تاريخ قديم وسابق. أيضا في نفس الوقت هناك دلالات أخرى لهذه التفجيرات، دولية تعتبرها؟ دولية وأيضا محلية، أن هناك زيادة في مخاطر الجماعات الإرهابية. وفي نفس الوقت هذه العملية تزامنت مع التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية. وإذا عرفنا أن الحزب الديمقراطي، يجب أن نعرف أن الحزب الديمقراطي الأمريكي هو من شكل داعش عندما كان أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع هيلاري كلينتون. فهذا يعني أن الحزب الديمقراطي الذي أدخل داعش إلى الموصل، احتل الموصل، الآن رسالة جديدة لدينا في يوم، في هذا اليوم. هاي السرعة يعني اليوم أبناء استلام في هذه السرعة، فهذا استلام للأسف زمام الحكم في البيت نتمنى يعني السرعة؟ نتمنى أن لا يكون تحليلنا صائبا، لكن هذه مؤشرات، يعني مؤشرات ورسائل حقيقية. يعني عندما كان الحزب الديمقراطي في السلطة داعش احتلت الموصل، وتذكرون خطاب أوباما البائس أنه داعش احتلت الموصل. طيب. وهو يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية فيما لدينا نحن اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تتدخل عندما يتعرض العراق لأي عدوان خارجي أو مشاكل داخلية. وبالتالي بصراحة نحن نخاف أنه هذه فاتحة لعمليات لا سمح الله جديدة. نحن يجب أن تفكر الحكومة بذلك، يجب أن تفكر أنه هذه رسالة ليست مجرد تفجير عادي. طيب.